وتنوعت من الشيطان طرائقه، فاحفظوا أنفسكم واحفظوا أولادكم من الفتن والانحراف والضلال، فإنكم مسؤولون عنهم وعن هدايتهم وصونهم من المحارم. واجعلوا أيامكم هذه طريقاً وسبيلا إلى الصلاح والرشاد والسداد، واعرفوا قيمة نعم الله تعالى عليكم بهدايتكم لولاية إمام عصركم وزمانكم الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فكونوا له ناصرين ومدافعين بالتقوى والعمل الصالح. أيها الأخوة والأخوات، سلام عليكم جميعا من رب رحيم غفور، رحمة منه وبركات. بعد أيام في ليلة النصف من شعبان صادف ذكرى ولادة إمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبهذه المناسبة نهنئ مراجعنا والأمة الإسلامية ونهنئكم جميعا بهذا المولود المبارك، مولد صاحب دولة العدل الإلهي والمنتظر لإقامة السنن والفرائض. وهنا نطرح البحث التالي: ما هي بمناسبة هذه الولادة؟ وماذا يراد منا بهذه المناسبة؟ نسأل هذا السؤال: ما هي طبيعة العلاقة والارتباط بيننا وبين الإمام صاحب العصر والزمان التي يريدها هو لا نحن؟ علينا أن نعرف ما هي طبيعة هذه العلاقة. هل هي مجرد أن نتمنى أن ندعو للإمام أن يظهر ونكون من ناصريه، أن نعبر عن فرحنا وابتهاجنا بهذه المناسبة، أم يريد منا؟ إخواني، علينا أن نعرف ماذا يريد منا الإمام المهدي عليه السلام. ما هي طبيعة العلاقة؟ ما هو نوع الارتباط الذي يريده الإمام منا بينه وبينه؟ هل يكفي مجرد أن نتمنى أن ندعو الله تعالى أن يظهر صاحب العصر والزمان ونكون من ناصريه، وإن كان هذا من جملة ما يطلبه الإمام ويريده منا؟ في واقع الحال هناك شيء أعمق وأوسع وأدق مما نتصوره نحن في طبيعة هذه العلاقة. وعلينا أيها الأخوة والأخوات، حتى نجيب عن هذا السؤال لابد أن نستحضر في أذهاننا الأمرين التاليين: أن الإمام غائب حاضر، كما أن صورة الغيبة تحضر في أذهاننا، علينا أن نتصور ونستحضر أن الإمام حي يعيش بين أظهرنا. وله نقطة مهمة، التفتوا أيها الأخوة والأخوات، بما أن الإمام المهدي هو إمام عصرنا وزماننا، فله بيعة وله عقد وله عهد في رقابنا وفي أعناقنا. بمعنى آخر، هناك نوع من الالتزام العقائدي الأخلاقي الجهادي التقوائي الورعي، نوع من الالتزام منا تجاه الإمام. بقية الأئمة نحن نعتقد بهم، لكننا نحن لسنا، لا نعيش في عصر الأئمة سلام الله عليهم الآخرين. أما الآن الإمام المهدي هو إمام عصرنا وزماننا، وكما تقرؤون في دعاء العهد هناك بيعة عهد عقد له في رقابنا وأعناقنا. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هناك نوع من الالتزام المؤكد، عقائدي أخلاقي تربوي نفسي وروحي وغير ذلك من هذا، الجهادي، كل ذلك هذا النوع من الالتزام، علينا أن نفي لهذا الالتزام. الشيء الآخر، أن الإمام سلام الله عليه لغيبته لا نستطيع أن نلتقي به مباشرة كما لو كان في زمن بقية الأئمة عليهم السلام. علينا أن نعوض عن عدم اللقاء المباشر به
بتقوية العلاقة والارتباط بالإمام سلام الله عليه. هذه النقطة الثانية التي تميز وتبين طبيعة العلاقة والارتباط الذي بيننا وبين الإمام سلام الله عليه. في زمن بقية الأئمة أتباع أهل البيت يلتقون بالإمام مباشرة، نحن لا نتمكن أن نلتقي اللقاء المباشر به، علينا أن نعوض عن عدم اللقاء المباشر بتقوية هذه العلاقة والارتباط مع الإمام عليه السلام. نسأل الآن كيف هذا العقد، هذا العهد الذي هو نوع من الالتزام، كيف نفي به؟ واجب علينا أن نفي بهذا الالتزام. كيف نقوي هذه العلاقة ونعوض عن عدم اللقاء المباشر مع الإمام عليه السلام؟ هذا يعتمد على مجموعة من الأمور. أمر الأول، المعرفة الواعية والسليمة والصادقة بالإمام عليه السلام. ما معنى ذلك إخواني؟ نبين، لعل البعض يتصور أن معرفة الإمام أن نعرف اسمه ونسبه ونعرف أنه إمام غائب الآن وسيظهر ويقيم دولة العدل الإلهي. لا إخواني، هذه الحدود من المعرفة غير كافية. كثير منا هكذا يعرف اسم الإمام، نسبه، غائب، سيظهر، يقيم دولة العدل الإلهي، ويدعو ويزور الإمام عليه السلام، ويقوم احتراماً وتقديساً له، ويضع يده اليمنى على رأسه عند ذكره. هذه حدود المعرفة غير كافية، نحن نحتاج إلى معرفة أعمق من ذلك، أنه الإمام سلام الله عليه كما سأذكر في هذا الحديث الذي يبينه الإمام الصادق عليه السلام. لاحظوا، يبين لنا حدود المعرفة. ماذا يقول الإمام الصادق عليه السلام عن المعرفة الواجبة علينا اتجاه الإمام؟ يقول: وأدنى معرفة الإمام. لاحظوا إخواني، حدود الدنيا من المعرفة بالإمام عليه السلام، أدنى معرفة الإمام أنه عدل النبي إلا درجة النبوة ووارثه، يعني الإمام ورث علوم النبي صلى الله عليه وآله، وأن طاعته طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني واجب علينا طاعة الإمام. فعلينا أن نعرف ماذا يريد منا الإمام حتى نطيعه، علينا أن نعرف ماذا يريد منا الإمام عليه السلام، علينا أن نثقف أنفسنا بما يريد منا الإمام عليه السلام. لماذا؟ لأن طاعته هي طاعة الله تعالى وطاعة رسوله، والتسليم له في كل أمر والرد إليه والأخذ بقوله. هذا ما يكفي الطاعة الظاهرة، وإنما علينا أن نسلم، أن ننقاد، أن نخضع لكل ما يطلبه ويأمرنا به الإمام عليه السلام، ولا نناقش في ذلك. وهذا ينسحب. قد البعض يقول: كيف أنه نحن نسلم للإمام ونحن لا نلتقي به ولا نتشرف باللقاء ونعرف؟ نعم، الإمام قال: هناك فقهاء عدول، هؤلاء هم النواب عني، وأنا حجة الله عليهم، وهم قد جعلتهم حججا عليكم أحتج بهم عليكم عند الله تعالى. فعليكم أن تسلموا لهؤلاء الفقهاء العدول الذين تفتوا إخواني، الذين تجتمع فيهم الشرائط التي ذكرها الأئمة عليهم السلام. ليس كل من يدعي ونحن ننقاد إليه، بل علينا أن نتحرى ونفحص وندقق في مدى اجتماع الشرائط في هذا الفقيه الذي أوجب علينا الإمام عليه السلام طاعته، وأنه حجة له علينا عند الله تعالى. فحينئذ علينا أن نسلم، لا نناقش. يقول كذا نطيع، يقول لا نطيع، يسكت نلتزم بذلك، وهو الموقف الحكيم. تكلم هو الموقف الحكيم، وهو الموقف الإلهي. هذا جزء من المعرفة بالإمام عليه السلام، ويعلم أن الإمام. ثم بعد ذلك الإمام الصادق عليه السلام يبين: عليك أن تعتقد بعد رسول الله علي بن أبي طالب، ثم الإمام الحسن والحسين إلى آخر الأئمة، ثم الإمام الغائب سلام الله عليه. أيضا من جملة المعرفة المطلوبة بالإمام عليه السلام أنه حي يراقب الأمور، يطلع على الأوضاع،
نحن بأي أوضاع نعيش الآن، في أي مآسٍ، في أي أزمات نمر بها، الأمور والأوضاع والأحوال التي تمر بها الأمة الإسلامية مطلع عليها، يراقب الأمور الكثب، مطلع على كل شيء، وأيضاً مطلع على أعمالنا. إخواني التفتوا الآن، الواحد منكم لو تؤخذ أعماله وتطرح وتعرض على إنسان له مكان ومنزل عظيم في نفسه، وكان من جملة الأعمال معاصي، ألا يستحي من ذلك ويخجل؟ وإذا عرضت في هذه الصحيفة على هذا الرجل الذي له قدر عظيم في نفسه من الطاعات والأمور الحسنة فرح وسر بذلك. أيضاً إخواني تفتوا، أعمالكم، طاعاتكم، عباداتكم، معاصيكم، لا سمح الله، ذنوبكم، آثامكم تعرض على الإمام عليه السلام. إذا وجد في صحائف أعمالكم طاعات وعبادات وأعمال خير وثواب وتعاون وتكافل وتعاضد فيما بينكم يفرح ويسر بذلك. إذا عرضت في صحائف أعمالكم عليه من المعاصي والذنوب والآثام والتهاجر والتدابر والتفرق والتطاحن والعداوات يحزن الإمام عليه السلام ويتألم لهذا الوضع. لذلك علينا أن نلتفت إلى ما يصدر منا، لأن هذه الأعمال تعرض على الإمام عليه السلام. وأيضاً في نفس الوقت الإمام لا يتركنا في المنعطفات الحساسة والخطيرة التي نمر بها. الإمام يسدد الفقهاء، هذه مسألة مهمة من جملة ما يقوم به الإمام عليه السلام هو تسديد الفقهاء، خصوصاً في المنعطفات الحساسة والخطيرة. لذلك هذا الحديث الذي يبين دور الإمام عليه السلام، قد البعض يتصور الإمام غائب، ماذا يفعل لأتباعه ومحبيه وناصريه؟ حديث طويل، أنا أذكر فقط مقطع من ذلك لكي نطلع كيف أن الإمام في رعايته لنا، في عنايته بنا، في عطفه علينا، في رحمته بنا. يقول الإمام عليه السلام في هذا الحديث: إنا غير مؤمنين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم. ولولا ذلك، لولا ذكر الإمام لنا، لولا رعايته وعنايته بنا، ماذا سيحصل بنا؟ لنزل بكم اللأواء، لأواء الشدة وضيق المعيشة، واصطلمكم الأعداء، استأصلكم. قال يقول قائل: إخواني، ألسنا نحن الآن في محن شديدة، في ابتلاءات عظيمة، في مصائب، في كثير من هذه المحن التي الآن عمت وانتشرت؟ نقول: إذن ما هو دور الإمام؟ لاحظوا التعبير الدقيق للإمام عليه السلام: لولا أن الإمام يذكرنا وعنايته ورعايته لاصطلمنا، لا استأصلنا، لا يبقى منا شيء أبد. فإذا بقاء هذا الكيان، هذا الكيان من اتباع آل البيت، وهذه الهوية مع شدة المحن والابتلاءات باقية صامدة عزيزة منيعة، من أين هذا البقاء على الرغم من شدة المحن والمصائب والأزمات التي تترى؟ الإمام عليه السلام عنايته ورعايته وذكره لنا، بقي هذا الكيان متحدياً صامداً صلباً ثابتاً أمام هذه المحن والمصائب، أو واصطلمكم الأعداء، فاتقوا الله. هذا نحن الإمام يفعله من حقوقنا عليه. يقول: لنا حق عليكم، فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا على انتياشكم، يعني ظهرونا، كونوا عوناً لنا، ناصرين لنا في إنقاذكم من ذلك، من فتنة قد أنافت عليكم، إلى آخر هذه الرواية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المطلوب حتى نقوي هذا العلاقة والارتباط هو تقوية الارتباط الروحي والنفسي بالإمام عليه السلام. أنا أتحسس حياة الإمام سلام الله عليه وآثاره وبركات وجوده. نلتفت إخواني إلى هذه القضية: أغلبنا يعيش الإمام كأنه غائب. الإمام دائرة الإمام نصفان، نصف غائب نصف حاضر. أغلبنا يعيش الدائرة 90% منها، 80% منها غائب الإمام، ويعطي لحضور الإمام المساحة الضيقة والقليلة، بينما علينا أن نعطي للغيبة استحقاقها، ونعطي لحضور الإمام كأنه الآن بيننا هو، ويقوم بدوره وواجبه، ونعطي لحضور الإمام أيضاً المساحة المطلوبة.
الكثير منا يعيش قضية الإمام، إمام غائب سيظهر بعد فترة ويقيم دولة العدل له ونحن ننتظره. لا لا أبدا إخواني، علينا أن نعيش حضور الإمام كأنه بين أظهرنا، ونعطي لهذه القضية أنه قضية محسوسة يومية. علينا أن نتحسس في كل يوم حياة الإمام ونعيش معه كما هو يعيش معنا، ونتحسس بهذه الآثار والبركات. كيف يسأل سائل، كيف نعيش مع الإمام مثل هذا الأمر؟ هناك برنامج يومي إخواني، نأمل من الأخوة المؤمنين أن يتبعوا ولو مقدار من هذا البرنامج اليومي. إخواني، كما نهتم بحياتنا، معيشتنا، أموالنا، أنفسنا، أولادنا، ونهتم بشهاداتنا وغير ذلك من هذه الأمور، علينا أن نعطي شيء من الوقت للاهتمام الروحي والنفسي بالإمام عليه السلام. ويا ليت إخواني حينما تنهضون لصلاة الصبح، وفقكم الله تعالى لذلك، خصصوا شيء من الوقت. ليس من المناسب للمؤمن يطوي صلاة الصبح بدقائق ثم يقرأ بعض التعقيبات البسيطة لدقائق ثم ينام، والإمام يتلوى من شعوره بالمصائب والابتلاءات التي تمر بها الأمة. أيضا أشعر الإمام إخواني، أشعر إمام زمانكم أنكم معه، أنكم تدعون له، أنكم تزورونه، أنكم تناجوه. كما أن الإمام هكذا يعيش معنا، علينا أن نعطي شيء من الحق للإمام عليه السلام. برنامج يومي لدقائق معدودة، منها الدعاء للإمام عليه السلام، دعاء العهد. مهم إخواني هذا الدعاء الذي تجددون فيه العهد والبيعة والعقد مع الإمام عليه السلام. زور الإمام، وهذه زيارة مطلوبة منكم إخواني، خصوصا زيارة آل ياسين، هذه الزيارة التي وردت عن الإمام وكتبها إلى الحميري وقال له: إذا أردتم توجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى، في زيارة آل ياسين. وهذه موجودة ومستحب أن الإنسان يدعو بها في كل يوم. كذلك إخواني، لكل واحد منكم الآن هموم، آلام، أحزان، مصائب. الواحد منكم كم يفرح حينما يذهب إلى مرجع تقليده الذي يعتقد به، وأن يكون اعتقاده عن حق وفق الضوابط التي وضعها الإمام، يفرح ويسار أن يذهب إلى مرجع يبط له همومه وأحزانه، يطلب منه الدعاء. كذلك فليكن تعاملكم مع الإمام هكذا، كفى بنا جفاء مع إمام عصرنا وزماننا. في مناجاته تبثون الهموم والآلام والأحزان، والإمام يدعو لكم حينما يراكم في هذا التواصل والترابط مع الإمام عليه السلام. أيضا من الأمور المطلوبة أيها الأخوة والأخوات التي نحتاج إليها في هذا الزمان، وهو أن نبدأ بالإصلاح للنفس وللأمة. كما هذا البرنامج الذي ذكرناه، علينا أن نعيش حالة التفاعل مع الإمام عليه السلام في برنامجه وفي همومه، وهذا يبتدئ بالإصلاح للنفس وتقويم النفس، وأن لا يرضى الإنسان المؤمن بالحالة التي هو فيها من علاقته بالله تعالى أو من أخلاقه وسيرته، بل عليه دائما أن يتطور المؤمن نحو الأفضل ولا يراوح في مكانه ولا يتراجع الوراء. اهتمام بالنفس، اهتمام بالأولاد لتربية الأولاد وتنشئة الأولاد، الاهتمام بالأمة وهموم الناس. إخواني، ليس من الصحيح أن يكون الإنسان المؤمن اهتمامه على قدر نفسه، هذه من الأنانية التي لا تناسب حالة الإيمان الواعي للإنسان المؤمن. عليه أن يستشعر هموم وآلام الآخرين وهموم وآلام المجتمع. ما يعيشه البلد الآن في حرب مع داعش، على الإنسان أن يستشعر حجم هذه التضحيات والمواجهة، وعلى كل إنسان المؤمن أن يكون له دور، بعضهم بالقتال، بعضهم بالمساعدة بالمال، بعضهم بالدعاء، بعضهم بتقوية المعنويات، بعضهم بالتثقيف والتوعية والتبليغ وغير ذلك من هذه الأمور. هذا أيضا مما هو مطلوب في هذا الوقت. وكذلك أيها الأخوة والأخوات، في
في يوم النصف من شعبان أود أن أبين هذا الأمر في نهاية هذه الخطبة. لا شك أن المؤمنين والمؤمنات يعبرون عن فرحهم وابتهاجهم بهذه المناسبة. أوجه كلامي إلى بعض الشباب المؤمنين، هم البعض طريقتهم أن يعبر عن فرحته وابتهاجه بهذه المناسبة أحياناً البعض بالتصفيق بالرقص ربما بأمور أخرى. نقول أولاً هذا اليوم وهذه الليلة ليلة شريفة جداً، المناسب لها أن تحيا بالدعاء والعبادة وذكر الله تعالى. نعم للإنسان حق أن يعبر عن فرحته وابتهاجه، لكن بما يرضي الإمام عليه السلام وبما يناسب قداسة وشرافة هذه المناسبة. هي ليست فرحة زواج وفرحة عرس أو ولادة، هي ولادة الإمام المنقذ، ولادة الإمام المنتظر الذي سيقيم دولة العدل الإلهي. ينبغي أن يكون التعبير عن الفرح والابتهاج بما يناسب قداسة وشرافة هذه المناسبة، لا بما يتنافى ويتعارض معها. إضافة إلى ذلك هي ليلة شريفة عبادية، لابد أن الإنسان يصرف وقته في هذه الأمور التي تناسب قداسة وشرافة هذه الليلة. يبقى إخواني مسألة طريقة الآن، ما هو المطلوب؟ الكثير منكم مدرك لهذه الأمور، بعض الشباب هو في شبابه يقوم بتعبير عن فرحته بهذه الطريقة. ما هي طريقتنا معهم في نصحهم وإرشادهم وتوعيتهم؟ هل من المناسب أن نكون على لحم من الغلظة والخشونة والعنف معهم في نصحهم وتوجيههم؟ ليس كذلك إخواني، مطلوب من الجميع المؤمنين كبارا وصغارا أن ينصحوا هؤلاء بالطريقة المناسبة المتعارفة، أن يأتي إليه بأسلوب الموعظة والحكمة والأسلوب الحسن في هدايته وموعظته وحثهم على إحياء ليلة النصف بالدعاء والعبادة والتوجه إلى الله تعالى، خصوصا في الدعاء بالتعجيل بظهور الإمام ونصرة أهل الحق على هذه العصابات التكفيرية وحفظ الإسلام والمسلمين. هذا الأسلوب المطلوب من الجميع، والجميع عليه، كما مطلوب أن نحيي هذه الليلة بالعبادة والدعاء، علينا أن نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر، نوجه هؤلاء الشباب إلى الإحياء المناسب لهذه الليلة وهذه الولادة. أيضا إخواني مطلوب من إخواننا الذين يقومون مواكب الخدمة والمواكب الأخرى المجالس، البعض يتوجه إلى الخدمة وإقامة المجلس، البعض عليه خصوصا في الظروف الراهنة التي تهدد هذه العصابات التكفيرية التي تهدد هؤلاء المؤمنين الذين يحيون هذه المناسبات، تهددهم بهذه التفجيرات. البعض منهم يتفرغ لواجب الحماية، كما أنه كثير يتوجه بإقامة هذه المراسم، هذا أيضا أمر مهم. حفظ أرواح هؤلاء يقيمون أحيانا المواكب العزاء، مطلوب أن نلتفت إلى أهمية هذه القضية. فالبعض يتوجه إلى توفير الحماية والأمن لهذه التجمعات، كما أنه مطلوب من الأجهزة الأمنية وأن نتعاون معها في حفظ الأمن للزائرين والمحتفلين. أيضا نأمل من الأخوة المؤمنين في هذه المناسبة وفي غيرها أن يكون هناك بعض منهم يتفرغ لتوفير الحماية لهذه المواكب للمؤمنين، من أجل أن نفوت الفرصة على الأعداء أن يقوموا بمثل هذه الأعمال. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لنصرة الإمام عليه السلام، وأن نكون من أتباعه وأنصاره وأعوانه والذابين عنه والمحامين عنه والمستشهدين بين يديه، وأن نجعل علاقتنا وارتباطنا بالإمام عليه السلام كما يحب الله تعالى ويرضاه ويريده وكما يحبه الإمام عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يخيب من توكل عليه ولا يضام من التجأ إليه، قاحم الشيخ الكبير وجابر العظم الكثير وغنى كل بائس فقير وعصمة كل خائف مستجير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته ولا ند له في ربوبيته، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده الذي أوضح به الدين ورسوله الذي ختم به النبيين صلى الله عليه وعلى آله الأئمة المهديين والقادة المرضيين. اللهم صل وسلم على صاحب الخلق العظيم والمؤيد بالقرآن الكريم متمم مكارم الأخلاق سيد الأدلاء وأكرم السفرة الأزكياء سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم على رافع لواء الحمد في القيامة ونفس النبي في مقامات الكرامة سيف الله الذي مهد به الدين ونعمته التي من بها على المهتدين سيدنا ومولانا أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل وسلم على صفوة الله من النساء وعقيلة أصحاب الكساء المبراءة من كل وصمة والتي شهد الله تعالى لها بالعصمة حبيبة خير الأنبياء سيدتنا ومولاتنا أم الحسن والحسين فاطمة الزهراء عليه السلام. اللهم صل وسلم على ريحانتي البشير النذير وصفي الرسول الكريم سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام وسيدنا ومولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. اللهم صل وسلم على مقر النهى والعدل ومعادن الخير والفضل وخزائن العلم والحلم السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والعسكري الحسن صلاة تبلغ زينة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وكتابه. اللهم صل وسلم على ضيائك المشرق ونورك المتألق والعلم المأثور في الكتاب المسطور الذي بولايته تقبل الأعمال وبدولته تتحقق الآمال سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بن الحسن المنتظر، أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح لهم أعمالهم وحقق بفضلك آمالهم وأجزل لهم عطاءك وأسبغ عليهم نعماءك إنك أرحم الراحمين. أيها الأخوة والأخوات، نقرأ على مسامعكم الكريمة مقاطع من كتاب الإمام علي عليه السلام إلى بعض عماله الذي خان الأمانة واستحوذ على ما تحت يده من الأموال العامة. وقبل أن أقرأ على مسامعكم الكريمة هذه المقاطع أود أن أعطي صورة إجمالية. أحد عمال الإمام الذي كان من المقربين للإمام أمير المؤمنين عليه السلام وكان ممن جاهد معه الإمام سلام الله عليه عينه عاملا وواليا على إحدى دول المسلمين، لكنه خان الأمانة وأؤتمن على رعية وأؤتمن من قبل الإمام على أموال رعية. هذا الوالي خان الأمانة واستحوذ على ما تحت يده من الأموال العامة. الإمام سلام الله عليه في رسالته هذه يعاتبه يوبخه توبيخا شديدا ثم يهدده بعقوبة شديدة إن تمكن منه. هذا أولا. ثانيا، هل المراد إخواني أن نقرأ
رسالة تاريخية للإمام عليه السلام إلى أحد عماله وما ورد فيها، نعم هذا مطلوب، لكن هناك مطلوب آخر هو أن نتعلم العظة والاعتبار والدرس، وهذه العظة والاعتبار والدرس لهؤلاء الذين أتمنوا على أمور الرعية والناس وخانوا الأمانة واستحوذوا على ما تحت يدهم من الأموال العامة. هذا فيها تهديد، ليس المقصود من الرسالة تهديد فقط لذلك الوالي في عصر أمير المؤمنين عليه السلام، لا، أيها الذين أتمنتم على أمور الناس والشعب وكانت لكم السلطة على الأموال ثم خنتم الأمانة، هذا التهديد بالعقوبة أيضا لكم. وهذه الرسالة أيضا موجهة لكم، ما فيها من العتاب والتوبيخ أيضا موجه لهؤلاء الذين يؤتمنون على أمور الناس وعلى أموال الناس. لذلك هذه عظة وعبرة أيضا تمتد أثارها في الوقت الحاضر. أيضا يقول الإمام نشرح إن شاء الله شرح موجز، ثم أيضا نحاول أن نربطها بالوضع الحاضر وكما قلنا في النقطة الثانية. فيقول الإمام عليه السلام: كأنك لم تكن الله تريد بجهادك، وكأنك لم تكن على بينة من ربك، وكأنك إنما كنت تكيد هذه الأمة عن دنياهم وتنوي غرتهم عن فيئهم، فلما أمكنتك الشدة في خيانة الأمة أسرعت الكرة وعاجلت الوثبة واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصون لأراملهم وأيتامهم اختطاف الذئب الأزل دامية المعز الكثيرة، فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله غير متأثم من أخذه، كأنك لا أبا لغيرك حدرت إلى أهلك تراثك من أبيك وأمك. فسبحان الله، أما تؤمن بالمعاد؟ إلى الفقرة الثانية والثالثة. الإمام سلام الله عليه هذا رجل كما بينا القريب من الإمام الذي جاهد مع الإمام وكان على مستوى من المعرفة بالدين وكان على بينة من ربه، يعرف الحلال والحرام ويعرف هذه الأموال وما هي حقوقها والالتزامات تجاهها، ويعرف أن أخذ المال الحرام عليه عقوبة، هناك وعيد من الله تعالى. فإذا فجأة بعد أن أؤتمن على أمور رعية وعلى أموال رعية إذا به يخون الأمانة، كأنك لم تكن الله تريد بجهادك، كنت تجاهد مع الإمام عليه السلام وإذا الآن تأخذ هذه الأموال كأنه نيتك في الجهاد لم تكن خالصة لوجه الله تعالى، وإلا لو كانت كذلك ما فعلت هذه الخيانة، بل كانت نيتك غير خالصة، نيتك للمال، نيتك للدنيا. كأنك لم تكن الله تريد بجهادك، وكأنك لم تكن على بينة من ربك، أنت ما تعرف أن هذه الأموال حرام، أن أخذها سيؤدي إلى العقوبة من الله تعالى، ألم تعرف الوعيد من الله تعالى بالعقوبة والنار على أخذ هذه الأموال العامة، وكأنك إنما كنت تكيد هذه الأمة عن دنياهم. كأن حالك ظهر يشبه الإمام سلام الله عليه بهذه الأمور، وكأنك الآن تكيد لهذه الأمة وتخدعهم وتستغفلهم حتى تأخذ أموالهم بالحرام، وكأنك إنما كنت تكيد هذه الأمة عن دنياهم وتنوي غرتهم عن فيئهم. هذا الفيء هذه الأموال، أموال الخراج والأموال التي كانت تأتي للمسلمين، الآن أنت تستغفلهم وتخدعهم فتأخذ هذه الأموال منهم بغير حق وهي أموال لهم. فلما أمكنتك الشدة في خيانة الأمة أتيحت لك الفرصة، إنما صارت هذه الأموال تحت سلطتك وبيدك القرار في التصرف بهذه الأموال وتحريك الأموال، وتمكنت من خيانة الأمة أسرعت القرار، أسرعت في وانتهزت هذه الفرصة وأسرعت الهجوم والوثبة على هذه الأموال وتأخذها بغير حل، وعجلت الوثبة واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم. هذه الأموال إنما هي هذه السلطة على الأموال
إنما هي ينبغي أن تكون للإنسان المؤتمن المجاهد المتدين العارف بربه العارف باستحقاقات هذه الأموال للناس، إنما يكون من خلال توظيفها، اغتنام هذه الفرصة لتوظيف هذه الأموال وتحريكها لخدمة الناس ومعيشتهم وإسعادهم ورعاية الأيتام والأرامل والمجاهدين والمؤمنين وعامة الناس. الآن حالك أنت تستغفل هؤلاء الناس وتأخذ هذه الأموال بغير حل. ثم يشبه الإمام يقول: واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم، هجم بسرعة كأنه اعتبر هذه فرصة إن فاتته سوف تفوته هذه الأموال الحرام، فأسرع في الهجوم على هذه الأموال لكي يختطفها ويأخذها. ثم يشبه الإمام هذه الأموال، يقول الإمام: هذه أموال مخصصة للأرامل للأيتام، هذه عليك صيانتها، حفظها، مراعاتها، استخدامها لرعاية الأرامل والأيتام. هذه أموال مصونة لهؤلاء للأرامل والأيتام، أن تأتي تعتبر هذه فرصة لك لكي تقتني بالمال الحرام وتستأثر بالمال الحرام. ثم يقول الإمام عليه السلام: اختطاف الذئب الأزل دامية المعزة الكثيرة. الذئب الأزل، الأزل الخفيف الوركين، هذا الذئب حينما يكون بهذه الصفة عنده سرعة في الجر وقدرة سريعة على اقتناص الفريسة وأخذها واختطافها. دانية المعزة الكثيرة، هذه المعزة التي تكون مجروحة ويسيل منها الدماء ومكسورة يدها ورجلها، لا تقدر على الدفاع عن نفسها أمام هذا الذئب المفترس السريع. يقول يشبهه: كيف أن هذا الذئب يأتي بسرعة يخطف هذه المعزة الكثيرة؟ هذا الوالي هكذا يخطف بسرعة هذه الأموال، يعتبر هذه فرصة لا تفوته، يختطف بسرعة ويثب عليها ويخطفها بسرعة ويأخذها مالا حراما. فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله، أخذت هذه الأموال إلى بلدك ووطنك. رحيب الصدر واسع الصدر، هذا الشخص البار رحيب الصدر يقال لمن هو بارد المزاج وفي صدره عدم المبالاة وعدم الاكتراث بأخذ بهذه الأمور وأخذ المال الحرام. رحيب الصدر بحمله غير متأثم من أخذه، وصلت إلى حال أنت مجاهد، أنت كنت تدعي التدين المعرفة بالله تعالى وهذه الأمور الأخرى، وإذا الآن أنت حتى الشعور بالذنب والإثم والتحرز من الوقوع في الذنب والإثم بأخذ المال الحرام، حتى هذا ما موجود لديك، غير متأثم من أخذه، لا تتحرز من أخذ المال الحرام، لا تشعر حتى الشعور والإحساس بالذنب من أخذ المال الحرام، هذا غير موجود عندك، كأنك لا أبا لغيرك، حذرت إلى أهلك، حذر أسرع بالهبوط من الأعلى الأسفل، يعني أسرعت بحمل هذه الأموال إلى وطنك وأهلك، وكأنه هذه الأموال ميراث جاءك من أبيك وأمك، هكذا نزلت مسرعا فرحا مستبشرا أنك وقعت على أموال كثيرة، وهذه أموال من حرام، كأنها هذه أموال ميراث من جاءت من أبيك وأمك وتأخذها هكذا. هذه أموال عامة المسلمين، أموال عامة الناس، أموال اليتامى والأرامل، كيف تأخذها هكذا؟ نأتي الآن ونحاول أن نستفيد درس وعظة وعبرة، وخصوصا لمن كان له جهاد ولمن يدعي التدين والمعرفة بالدين، وما أعده الله تعالى من حساب وعقاب لمن يأخذ الأموال الحرام. المشكلة أحيانا البعض يتصور أن ما يأخذه بطريق حلال ويقنن ذلك، يقول كأنه الآن أنت الذي تدعي التدين والجهاد والعمل من أجل رفعة الدين، وإذا الآن تمد يدك إلى المال الحرام، إلى أموال المساكين واليتامى والأرامل وعموم المؤمنين وعموم الناس، الذي هذه الأموال أمانة في يدك جعلت لكي توظفها لخدمة الناس وإسعاد الناس، وإذا بها الآن كأنه ميراث لأهلك ولأمك وأبيك، وتأخذها وأنت فرح مستبشر رحيب الصدر وتأخذها، ولا تشعر ولا تحس حتى بشيء من الذنب والإثم بسبب أخذ هذا المال الحرام. ثم الإمام يتعجب شديد التعجب، مر إنسان ما عنده جهاد في سبيل الله، مر إنسان ما يدعي التدين
مرة إنسان ما يدعي المعرفة بالله تعالى وأن هناك عقوبة وحساب ومداقة في الحساب على هذه الأموال الحرام، وما يعرف هذا حلال حرام. مرة لا، إنسان هذا مجاهد، هذا عمل في سبيل الدين ويدعي التدين، وإذا به يمد يده على الأموال العامة، أموال عامة الناس، ويأخذها بالحرام. جاء التعجب من الإمامة، فسبحان الله، منك يصدر هذا الاستيلاء على المال الحرام؟ فسبحان الله، أما تؤمن بالمعاد؟ أما تقول أنا إنسان متدين؟ أؤمن بالله؟ أؤمن بيوم القيامة؟ أؤمن أن هناك مداقة في الحساب؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أما أنت قارئ للقرآن؟ أما تقرأ هذه الآيات القرآنية؟ أما تؤمن بالحساب والمداقة في الحساب والعقوبة على ذلك؟ سبحان الله، أما تؤمن بالمعاد؟ أو ما تخاف نقاش الحساب؟ تقف يوم القيامة وهناك دقة في الحساب ومناقشة في الحساب، ومن أين جاءتك هذه الأموال؟ أيها المعدود كان عندنا من أولي الألباب. نشوف هذه العبارة، إمام صلاح الله قد بليغ ودقة في المعنى. أيها المعدود عندنا من أولي الألباب، أدخل إمام كان شيد يقول له، أنت كنت محسوب عندنا من أهل العقل والدين، كنت قدر، أما الآن لا، ما محسوب عندنا من أهل الدين والعقل، بل كنت جاهد وكنت تؤمن بيوم الحساب وكنت على بينة من ربك وكنت متدين وتتكلم في كل كلامك بأمور الدين. قبل كنت من أيها المعدود كان عندنا من أولي الألباب، كنت قبل من أهل العقل وأهل الدين وأهل الجهاد، الآن لا، طلعت خارج هذه الدائرة. لا تقول بعدني آني من أهل الدين وأهل الجهاد، أنا أصبحت خارج الدائرة، لا تحسب نفسك الآن، كنت سابقا عندنا، الآن أصبحت خارج هذه الدائرة. كيف تصير تبه أيها الآخذ المال الحرام؟ ما هي عيشتك كلها حرام وحصية، أكلك كله حرام، شربك حرام، زواجك حرام، ملبسك حرام، أولادك راح توكلهم حرام، راح تشربهم حرام، إذا تزوجهم حرام، ذريتك كلها في حرام في حرام، أما تنتبه لذلك؟ الإمام يتعجب يقول أنت ما ملتفت أن هاي الأموال الحرام وأنا راح أصير؟ كيف تصيغ، شلون تسوغ لنفسك؟ كيف تصيغ شرابا وطعاما وأنت تعلم أنك تأكل حراما وتشرب حراما؟ ليش تأكل حرام تشرب حرام؟ هاي الأموال هاي الخيرات في زمن المسلمين، والآن هاي الخيرات هاي الأموال مين؟ أموال خيرات عامة، أموال جاء من ثروات وخيرات وأمور تتعلق بالناس وتتعلق بالمجاهدين والمؤمنين وعامة الناس واليتامى والأرامل والمساكين. يقول وأنت تعلم أنك تأكل حراما وتشرب حراما من أموال اليتامى والمساكين والمؤمنين والمجاهدين. يابا هاي الأموال مو إلك، هذه مو من أبوك ولا من أمك ولا من أقاربك ولا أعرف هذا، من أين جئت بهذا المال؟ هذه أموال لعامة الناس، أموال يجب أن تصرف على المساكين على الأيتام على الأرامل على المجاهدين على المقاتلين على عامة الناس. الله تعالى أعطى هذه الأموال من خيرات الله تعالى أوجدها لكي تصرفها على عامة الناس، إسعادهم وعيشتهم الكريمة، وتوفر لهم متطلبات العيش الكريم. إحنا ما خولناك أن تتصرف بهذه الأموال لك، أنت أعطيت الفرصة، أتمنت على أموال الناس، أتمنت على الأموال العامة حتى تصرفها في إسعادهم ومعيشتهم الكريمة. وإذا بك الآن فوق ذلك أنت تدعي الإيمان والجهاد، ثم تأتي وتأكل هذه الأموال الحرام الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال وأحرز بهم هذه البلاد. فاتق الله، يعاتبه يوبخه على ذلك، ثم يقول اتق الله، احذر من عذاب الله. هاي الأموال شو حصلوا بها؟ سنة، سنتين، 13، 20 سنة، ثم بعد ذلك ماذا؟ هل ستأخذها معك؟ سترحل عن هذه الحياة الدنيا، ويبقى الجزاء والحساب والعقاب، وربما العقاب الدائم في نار جهنم. يقول خف الله تعالى، فاتق الله وربط. بس التقوى، أنا أقول أنا اتقيت الله تعالى وأبطل من هذه الأموال الحرام، يقول لا، أمر الآخر، أردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، هؤلاء الذين أخذوا الأموال حراما
من الأموال العامة واستحوذوا عليها بغير حق، يجب على المسؤولين أن يقوموا برد هذه الأموال إلى مستحقيها وصرفها على مستحقيها، واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم فإنك لم تفعل. يهدد بس يحذر بس يعاتب يوبخ؟ لا، قل لا إن أمكنني الله منك سأعاقبك عقوبة شديدة، فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لا أعذرن إلى الله فيك ولا أضربنك بسيفي. شوف الشدة حتى يرضعه ويرضع الآخرين. الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار. ثم بعد ذلك يقول أنا ما عندي مصانعة مداهنة، لو أقرب الناس إلي فعل هذا الفعل سأعاقبه بنفس العقوبة. ما عندي فلان بعيد وغريب كذا إن فعل ذلك واستحوذ على المال الحرام أنا أعاقبه. أولادي أقربائي هؤلاء من عشيرتي من كتلتي من حزبي، هؤلاء مصونين لهم الصيانة والحصانة. إمام، لاحظوا هذا المبدأ الذي قلنا أن الإمام يشير إليه ليس فقط لوقته ودولته بل لكل الأزمنة والأمكنة. يقول ووالله يقسم لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت. هؤلاء أولادي أحبائي كرماء علي، ولكن مع ذلك لو فعل مثل الذي فعل ما كانت لهما عندي هوادة، ما عندي مصانعة، ما عندي مهادنة معهم، ما عندي محابات لأنهم أولادي، ما كانت لهما عندي هوادة ولا ظفر مني بإرادة حتى أخذ الحق منهما وأزيح الباطل عن مظلمتهما. كل سواء، هل لأحد حصانة وصيانة؟ فلان لأنهم من أقربائي من أولادي من عشيرتي من منطقتي من كتلتي من حزبي، فهؤلاء مصانون لهم الحماية، لأنهم لو وقعت أيديهم واستحوذوا على المال الحرام هؤلاء لا يحاسبون. أما الذي ليس له مثل هذه الصلة هؤلاء يحاسبون ويعاقبون ويجنون. الإمام سلام الله عليه يقول الكل سواء، حتى أقرب المقربين لي لو فعل مثل هذا الفعل فإنهم سينالون نفس العقوبة التي تنالها أنت. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه، اللهم وفقنا للصلاح والرشاد وجنبنا الشر والفساد، واجعلنا ممن يقولون فيعملون، وخلصنا من الأشرار والفاسدين، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.